كنز يسهل اغتنامه، كشف عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كنز العشر الأوائل من ذي الحجة، الأيام الأعظم والأزكى عند الله سبحانه، والتي يكون فيها العمل الصالح أحب إلى الله من الجهاد في سبيله، إلا من خرج بنفسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء. فما فضل هذه الأيام؟ أقسم الله تعالى بها، والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظم نفعه. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أفضل أيام الدنيا هو يوم عرفة الذي يقع في أيام العشر من ذي الحجة، اليوم المشهود فيه أكمل الله الدين. لهذا الفضل كله حث الرسول صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها، فكيف نغتنمها؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإكثار فيها من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات. ويسن للمسلم أن يصوم يوم التاسع من ذي الحجة، وفيها أداء فريضة الحج، وتغتنم الأيام العشر بالإكثار من الأعمال الصالحة، ومنها الصدقات والبدء بالتوبة إلى الله. ماذا عنك أنت؟ أخبرنا عن خطتك للأيام العشر.